عرضت بالأمس الحلقة الثانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف والفنانة ليلى أحمد زاهر والذي يعرض عبر قناة MBC. بدأت الحلقة الثانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة باستيقاظ شيماء وهي الفنانة سلمى أبو ضيف على خبر أنها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا تبدأ شقيقتها الصغرى وهي نسمة التي تجسد دورها الفنانة ليلى أحمد زاهر بالغيرة منها. وتتحدث شيماء مع صديقتها سحر بأنها لم تصدق نفسها من الفرحة بسبب معرفة الناس بها، وتقابل إحدى البلوجرز في المولات وهي هند عبد الحليم وتشيد بأدائها في الفيديو، وتساعد سحر وهي الفنانة جالا هشام صديقتها شيماء وتقوم بإنشاء حساب رسمي لها على السوشيال ميديا. وتنتهي الحلقة باكتشاف شيماء علاقة شقيقتها نسمة بحبيبها حسن الذي تحبه شيماء في صمت من طرف واحد. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف يعرض يوميا على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل. تابعونا ليصلكم كل جديد.